إضاءات فقهية سماحة العلامة السيد هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأحمد، قبل الله مالكم وطاعتكم. أنا حامل وتجيني حالة الوحم ويصيبني تقيؤ، بعض الأحيان يصيبني ذلك وأنا في الصلاة، فهل تبطل صلاتي ووضوئي أو لا؟ وهل يجب تنظيف الملابس منه أو لا؟ التقيؤ طبعا هو طاهر، ليس بنجس، يعني ما يخرج من الفم ليس كما يخرج من الدبر، ما يخرج من الدبر هو إذا كان براز أو دم هذا النجس، أما ما يخرج من الفم فيعتبر طاهر. فعلى هذا الأساس لو استغفر هذا الإنسان مثلا، أو مثل بعض الأمهات بعض أطفالهم يستفرغون على ملابسهم، ما يجب على المرأة تغير ملابسها أو تطهرهم، لا بس على كل حال الاستفراغ يعتبر طاهر ولا يؤثر في موضوع طهارة والنجاسة. كذلك هو لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء كما هو في رأي علماء الإمامية لا يبطل. نعم أكو رأي بعض المذاهب الإسلامية عندهم أن الاستفراغ يبطل الوضوء، لكن نحن عندنا لا، ليس من مبطلات الوضوء، لأن مبطلات الوضوء محدودة عندنا، اللي هي عبارة عن البول وعن الغائط وخروج الريح من الدبر، وكذلك النوم، وأيضا شرب ما يزيل العقل من السكر كذا، أو الحدث الذي يؤدي إلى عدم الإدراك كالإغماء وأمثال ذلك، هذا هو. أما غيره ما يعتبر من مبطلات الوضوء. زين؟ أما الصلاة هم يعني لو أنه تصلي، أفر مثل هذا السؤال، المرأة تصلي وصار عند استفراغ في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاة؟ الجواب لا، ما تبطل صلاة، نفس استفراغ ما يبطل، يعني على كل حال تعتبر صلاة، خصوصا إذا كان الاستفراغ ليس بكثير، لكن لو كان كثير وصار حرج عليها ممكن أن تبطل الصلاة للضرورة. أما إذا كان قليل ويمكن مثل تلافي بمنديل أو غير ذلك فتعتبر الصلاة صحيحة وليست بباطلة. فإذا الاستفراغ لا يؤثر. نعم متى يؤثر؟ في موضوع الصيام، في موضوع الصيام تتذكرون على أن من مفطرات الصوم تعمد التقيؤ، تعمد يعني من يتعمد يتقيؤ وهو صائم يبطل الصوم، سواء الصوم واجب أو صوم مستحب قضاء أو أداء، هذا اللي يتعمد. أما اللي لا يستفر غصب عليه كراها أو مرض أو غيره يعتبر صيامه صحيح. إذا كان الغي يحتوي على دم هذا حكم آخر. الدم طبعا ما يبطل الوضوء ولا يبطل الغسل الصلاة، لكن إذا أصاب جزء من البدن الخارجي أو ملابس هنا، أما لو تقيأ بحيث ما أصاب بدنك يعتبر الأمر طبيعي ولا كل شيء. أيضا السؤال الآخر بخصوص تقول يقطع الصلاة، قصدك لإبطال الصلاة لما يكون القي إذا كان كثير وعليه حرج، يعني عليه حرج مثلا في مصلي مسجد وتقيأ في مسجد مثلا أو كذا، خب حرج عليه استمع، فيجوز لقطع الصلاة ضرورة، قطع الصلاة لي الضرورة أو غير ذلك، أو كان كثير بحيث حتى في بيته حرج عليه أن يصلي ماكو مانع في هذا.